التحية متجددة بكم مشاهدينا الكرام من جديد في تواصل واستمرارية انطلاقات أشواطي صباح هذا اليوم يسير على بركة الله وتوفيق شوطنا السابع في مجمل أشواط صباح هذا اليوم الخاص بمنافسة الإبكار ونتابع المقدم الأول الذيب الذيب اشطيط بالخليفة العويس اللي تصدرت الإبكار واندفعت بينما اللي يليها في المركز الثاني من الزاوية الأخرى هذه هي مشترى لراشد بن علي بن راشد العويسي بينما في المركز الثالث أفعال أفعال بالذكريات أفعال بالتاريخ غادمة بشعار سهيل بن عبيد بن إيمان عسبوسي المركز الرابع اللي غادمة نجود لراشد بن حمد بن سعيد الجعفري خامس المراكز اللي وصلت الشاهنية لعلي بن راشد بن أحمد بن سلامة هذه هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى ولكن العودة هي المقدمة العودة إلى البداية إلى المنافسة مع الذيب الذيب هي المسيطرة اشطيط بالخليفة العويسي ولكن الجعفري غادم مع نجود نجود من الزاوية اليمنى غادمة بشعر راشد بن حمد بن سعيد الجعفرية وافعال مع المركز الثالث المنافسات الأخيرة هي الجعفرية مشكور يا سلطان على هذا الأداء الجميل ها هي لحظة وصولها نجود إلى خط النهاية لراشد بن حمد بن سعيد الجعفري والنقطة الثانية أضيفها هذا الشعار المركز الثاني وصلت هي افعال لسهيل بن عبيد بن يميع السبوسي والمركز الثالث كان الوصول من الذيب الاشطيط بالخليفه العويسي هكذا النتيجه للثلاث المراكز الاولى عوده الى التوقيت الزمني دقيقتين و12 ثانيه هو التوقيت الذي تدون تحت اقدام نجود والسلامات للمره الثانيه الى اهالي منطقه الاشخره هناك في السلطنه تهانينا على هذا الفوز للجميع.